السلام عليكم. دونك فوالا، في الاس دخلوني بزاف هاد الموديل، فيه بزاف مشاكل. لا باليش تاع زايون هدايا، سي لوي بي الاس. دونك عندي ان اوتر هيك، سي هاد الموديل اكزاكتومون هدايا. هذا لي ديرني بون لو فيه وليت ما نشدهمش، باسكو فيهم بروبلام بلاكس هذا يولي فيبري وحدو كي تشعلو. ومن بعد لي ديرني طون زاد بان واحد البروبلام، سي يطفى ما يزيدش يشعل. دونك درت بليزيور ريشيرش والو، حتى بحثت مليح صبت باللي هاد ال بلوتو هاد الجيمبول هدايا شغل يدخلون دولة و دمود ما يزيدش يعاود يشعل. دونك لا سول فاصون لي قدرت عاود ريانيميه بيها، يديرلو لي بيلي تو ما يشعلش. عندو هنا هادوما وهادي ان بي ام اس، باسكو فيه دو باتري تاع 3 فولت سات يتمونطاو اون سيري، وحده تجي هنا وحده تجي هنا يتمونطاو اون سيري. دونك كي رولفيو هنا واش نصيبو؟ دونك البلوس اوتوماتيك مقاوليك هنا 4 فولت، كي نديرو هكدا نورمالمون نصيبو 8 فولت نورمالمون. دونك ان لي دو بلاك هادو فوالا. دونك لاشين تطلع من هنا باش تعاود تعطيك لي اسمو. دونك انا كي نقيس هذا صبتو مليح بالكونتينيتي هذا بلوس مليح الموا مليح. دونك كي نالي مونتي بلوس بلوس moins moins la honte ou alors. Donc la méthode de l'essentiel c'est que ils aiment dire hagda le BMS ne clique et de l'on download.
نديرها في الشابة لي بانس هادو هي دونك بانس دوك هادا يلزم ندخلوه اون ريانيماسيون هكدا فوالا دوك هنا يعطيني اللوغو زايون ويدير ابديت ابجريد هنا يرينيسياليزي روحو ما يعقلش لي موتور يروح مود سليك دوكا واش نديرو هنا دوكا هدايا نعودو برونشيو لا لين تاع الكونترولور بون ندير لكم ان بتي تيست برك نشعلوه لوكي سلام خويا صافا بيان والله الحمد لله انت الحمد لله دقيقه برك راني جاي دونك فوالا عليك نشعلها ديماري زايون هوب هنا صافي دير تريانيم دونك هادي يلا ميثود كيفاش تعاود ترياكتيفي باش تريانيمي الزايون ويبيل اس دونك شفا بيان البلوس في البلوس هذا مع الموا تعطي له 8 فولت بعد ما كليكي اون تيخرج لك هنا ابجريد كيخرج لك ابجريد ومن بعد تسناه يشعل يخرج لك ان اكس في ليكرون عاود طفيه عاود تبرونشي دونك هادي هي لا ميثود باش ترينيم دونك هنا انا واش راح ندير نعاود نمونطي بلوتو انبوت دونك فوالا هاوليك مور ما رومونتيت هاوليك انا نشعل البانو بون باسكو الكاميرا هادي خفيفة بزاف كاملوط هادي تاع جوست اني تيستي بيها دونك فوالا هاوليك ينبولا ويمشي ندوره دوبل كليك هوب
السلام عليكم.